بقول لك ايه، هو جوزك لو شافنا مع بعض تعملي ايه؟ مش فارقه. قلبك جامد قوي كده؟ شوف اكرم علي؟ ما شفتوش من ساعه الخطوبه. عاملين ايه في تمرين نيره؟ علي شاطر؟ علي شاطر طبعا، هي دي محتاجه سؤال؟ بس نيره اشطر. تقصدي ايه؟ اقصدش حاجه. انا هروح التواليت. انا جايه معاكي. هو في ايه؟ تهالي متخانقين. لا انا بسألك انت في ايه؟ انا اديتك رقم عشان تدربها بس. الست دي متجوزة. انت ايه اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ جوزها صاحبي على فكرة، واحنا صحاب، يعني ايه؟ ما تنساش ان هي سنها اكبر مني. ما تخليش دماغك تروح لبعيد يا شريف. تروح لبعيد ايه؟ انت قاعد حاضنها، انت فاكرني تلميذي علي؟ في ايه؟ بقول لك احنا صحاب، صحاب. مالكيش دعوة يا شيري باللي بيحصل، ما تقعديش تسألي أسئلة وتتكلمي مع نفسك كتير. أنا لما عاوزة أتكلم هقولك. أنتي بتضحكي على إيه؟ بضحك على الصدفة الغريبة دي. بس أقولك، الواد لايق عليكي بجد، شكلكوا حلو قوي مع بعض. خلينا في موضوعنا. هو مفيش موضوع أصلا عشان نخلينا فيه. صح، مفيش موضوع، بس في تفاهم وفي مراهقة وفي قلة أدب. احترمي نفسك يا شيري. احترمي نفسي لما تحترميها أنت الأول. أنا مش هرد عليك. استني هنا، أنا لسه ما خلصتش كلامي. إيه؟ هتضربيني؟ أنت بتعملي في نفسك كده ليه؟ أنا عمري ما شفت حد بيبوظ حياته زي ما أنت بتبوظيها كده. إيه؟ كنت مستنية إن أيمن يغلط عشان تعملي زيه بنفس الطريقة؟ أنا لو طلت أعمل أكتر منه هعمل. إيه؟ ماليش نفس أغلط ولا إيه؟ حقي. حقك؟ حقي ابقى تافهه شويه ومراقبه وبنت الادب يا شيري. مش احسن ببقى اجبله وما بحسش؟ وهو انت كده بتحسي؟ بذمتك مش قرفانه من نفسك؟ انا كنت قرفانه من نفسي لما كان بيخوني وانا مش عارفه اعمل حاجه، لكن دلوقتي انا مش قرفانه منك. احنا الاثنين لازم نكون شبه بعض عشان محدش يقرب من التاني. اه والله، بس لو عايزه الحق بقى أنا اللي قرفانة منك. من أنا؟ من فضلك يا شيري، ما تتكلميش معايا في الموضوع ده لو مش عايزة تخسريه.